دكتور نبدي بالتعريف، شنو معنات الجيوب؟ طبعا الجيوب كلنا عندنا جيوب انفيه، انزين هي عباره عن غرف مليئه بالهواء موجوده في الجمجمه بشكل عام، خصوصا وفي يعني اكثر من لوكيشن او مكان موجوده في الجمجمه. ولكن مصطلح الجيوب يعني دارج جدا عند الناس، لما يقول فيني جيوب فيني جيوب، قصد منهم ان عندي التهابات جيوب الانفيه. التهابات جيوب الانفيه تنقسم الى عده اقسام. في التهابات الجيوب الانفيه الحاده وهنالك المزمنه. شنو يحدث اثناء فتره الصيام؟ يكون معظم الناس خصوصا بالبدايات رمضان يعانون من مثل اثار انسحابيه للكافيين على سبيل المثال، انخفاض في مستوى السكر، في ناس ما يشربون ماء كافي الليل اللي قبلها فتحسين في جفاف، ضغط الدم ينخفض، فهذه يكون اسباب شائعه للصداع في رمضان. مو مثل الجيوب الانفيه. فليش انا قلت انه لازم التشخيص يكون صحيح؟ لان تروحين وتقولين فيني صداع جيوب وما تعالجي المشكلة الأساسية، أنت أهملتي شيء مهم قد يكون بحاجة إلى علاج أولي. فعشان كذي لازم نعرف الفرق ما بين النوعين من الصداع.